احنا اليوم في الحفل السنوي للناجيات من هذا المرض، الهدف ان احنا نلتقي لتوعية المجتمع بضرورة الفحص المبكر. واحنا طبعا حملتنا عنوانها شناطرة للمبادرة بهذا الفحص لطرد المخاوف عند أي سيدة بضرورة الكشف المبكر للوقاية من هذا المرض. منذ البداية حملنا على عاتقنا كمتطوعين ننتمي لهذا الفريق الجميل توعية أكبر عدد ممكن من مختلف شرائح المجتمع من خلال الفعاليات والمحاضرات والاحتفالات والأنشطة الرياضية المختلفة. كوني من مركز الكويت مكافحة السرطان، الفحص المبكر له دور كبير في نسبة الشفاء. اليوم في عندنا تكريم المتعافيات من مرض السرطان، راح نكرم أكثر من 40 متعافية من مرض سرطان الثدي. طبعا الفعالية كلها كانت تحت رعاية وزارة الشباب بالإضافة إلى صناعات الغانم قطاع السيارات. هي حفل ختام لمبادرة شناطرة وحفل تكريم المتعافيات من السرطان. المبادرة هذه تمت طوال شهر أكتوبر وتحت شعار شناطرة بادري بالفحص المبكر لسرطان الثدي. غمنا فيها تقريبا 10 محاضرات من الأخوة المتعافيات بالإضافة إلى الدكاترة، وشملت 8 معارض وحلقات نقاشية. الاحتفالية هدفها أيضا توعية للجميع من إن شون فحص المبكر والوقاية من مرض السرطان. اليوم إن شاء الله معانا الناجيات من مرض سرطان الثدي، راح يقولون تجربتهم على المسرح وراح يوعون إن شاء الله الجمهور بضرورة الفحص المبكر. الحفل هذا هو السابع على التوالي نقيمه كل سنة لتكريم خواتنا أبطال السرطان، إحنا نسميهم مكافحات السرطان، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يشفي كل إنسان يرقد على سريره ينتظر الفرج بإذن الله. هذا الفريق عبارة عن أنه هو فريق توعوي يقوم بتوعية الناس في الناحية الصحية من جميع الأمراض ويخص بالذات مرض السرطان، وهذا الفعالية اليوم هو تكريم لهذه الناجيات من مرض السرطان. له الفريق له عدة أنشطة وعدة فعاليات طول السنة.